أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من جديد وإلى هذه الإضاءة الرياضية التي سنسلط الضوء فيها اليوم على رياضة كانت دائما حكرا على الرجال، لكن سيداتها اليوم أصبح لهن مكانا في المنافسات والإنجازات. فالملاكمة النسوية الأردنية تبحث عن طريق البطولات والإنجازات وتوسيع الانتشار. لم تعد القبضة الرياضية حكرا على الرجال، فالرياضات القتالية باتت طريقا للإنجازات من خلال السيدات. فبعد تألق التايكواندو والكاراتيه، ها هي الملاكمة النسوية الأردنية تعود من جديد. ملاكمة السيدات دخلت الأردن مع بداية الألفية الثانية، ولكنها اصطدمت كما باقي الرياضات بإمكانية دخول المرأة إلى الساحة التنافسية، لتبقى اللعبة بيد اللاعبات ومحبي الملاكمة حتى تطورت من سنة إلى أخرى. الهدف الأول كان تأهيل لاعبتين لمركز الإعداد الأولمبي، وصار هذا الحكي مع لينا فياض وداني النتشي، ورح يشاركوا الأسبوع الجاي ببطولة بكرواتيا مع المنتخب الأولمبي. فهذا أول إنجاز عملناه. عنا إنجاز بدنا نعمله اللي هو بطولة المملكة النسوية. هاي بطولة المملكة رح تكون تاريخية، عشان لأول مرة بتاريخ الملاكمة النسوية رح يكون في بطولة فيها كل الفئات العمرية. رياضة الفن النبيل سيكون لسيدات الأردن فيها نصيب من خلال سنوات سابقة ظهر فيها العديد من المواهب التي تنافست في بطولة المملكة قبل أن يتشكل منتخب نسوي للعب في الاستحقاقات الخارجية. صعوبات عديدة تقف أمام طموح الملاكمة النسوية، أبرزها انتشار اللعبة وخوض الفتاة الأردنية لرياضة تتمتع بالخشونة والعنف، وهو ما تحاول اللجنة النسوية عكس مفاهيمها للشارع الرياضي. اليوم ستكون بداية جديدة للعبة في الجانب النسوي بعودة اللاعبات وتعاون هيئات المجتمع المحلي والعسكري بإيجاد مواهب ترفد المسيرة للوصول إلى مرحلة منظمة واحترافية تضمن ديمومة الملاكمة النسوية. احنا عنا بطولة جاي هي بكرواتيا، راح تكون زي بطولة منتخبات. اكيد احنا عم نطمح لدائما نجيب مركز اول، وهذا الشيء رح يعطينا دافع بعدها عشان نروح على الصين، وعنا معسكر كمان نقدر نتأهل للأولمبيكس. يعني احنا هلا كل الفوكس تاعنا انه نوصل الأولمبيكس، وكل شيء عم نعمله قبل عشان نقدر نتأهل ونزيد خبره ونزيد يعني باور وكل شيء. وستكون اولى المحطات بطولة كرواتيا الدولية التي ستظهر فيها الملاكمة النسوية من جديد بعد غياب وصل لعشر سنوات عن البطولات الخارجية، وليبدأ بعدها ترتيب البيت الداخلي ببطولات محلية تكشف مسار القبضة النسوية في ملاكمتنا. وللحديث أكثر عن الملاكمة النسوية في الأردن ينضم إلينا في الاستوديو اللاعبات السابقات في المنتخب الوطني وأعضاء اللجنة النسوية في اتحاد الملاكمة. نبدأ مع إيناس حسيبة أمين سر اللجنة النسوية وأول لاعبة ملاكمة في الأردن ضمن الاتحاد الأردني، أهلا وسهلا بك. وأيضا رايا يعقوب اللاعبة السابقة ونائبة ونائب رئيس اللجنة النسوية للملاكمة، أهلا وسهلا بكما في استديوهاتنا في قناة المملكة، نورتونا في هذه الرياضة الرائعة. أبدأ معك إيناس، إذا كيف جاءت فكرة يعني الملاكمة النسوية ومن أين بدأ التجمع؟ بدأت الملاكمة النسوية في عام 2003 بتشكيل منتخب وطني بناء على طلب من الاتحاد الدولي للملاكمة. اشترط على كل الدول التابعة لهذا الاتحاد أنه تشكل فريق نسوي حتى لو ما شارك في بطولات. نعم. بس لازم يكون في عندهم منتخب وطني بلعب باسم الدولة اللي هي منتسبة لهذا الاتحاد. من هون بلش التجمع انه تشكل منتخب من اربع لاعبات، انا كنت من ضمنهم، انا كنت من اول اللاعبات اللي التحقت في هذا المنتخب. نعم. رايا، هل برايك يعني رياضة الملاكمة النسوية هي رياضة مثالية للمرأة في الاردن؟ ما في رياضة محددة مثالية، المثالي هو إنك تمارس الرياضة اللي بتحبها وبتبدع فيها وبتقدر تتقدم وتحقق نجاحات. اللي بيميز الملاكمة النسوية في الأردن إنها بتفتح فرص، يعني اليوم عندنا فرص متعددة، اليوم البنات ممكن يحققوا إنجازات كتير كبيرة على مستوى العرب وعلى مستوى آسيا وعلى مستوى العالم أيضا. الخيارات مفتوحة والدعم موجود، يعني نحن اليوم باللجنة النسوية قررنا إنه نستقطب البنات من كل نادي موجودة في الأردن، كل النوادي الموجودة في الأردن، ونبحث عن الفتيات الراغبات في ممارسة اللعبة وبتحقيق إنجازات باسم الأردن. لما بنت بدها تحقق إنجاز باسم الأردن
وعندها هذا الشعور والرغبة والشغف لحتى تقدم الأفضل لبلدها رياضياً، نحن موجودين يمكن لهذا السبب. نعم، إذن إيناس، بناء على كلام رايا، يعني كم عدد اللاعبات في الأردن حالياً، وهل هنالك أندية رسمية للملاكمة النسوية؟ هلا الأندية الرسمية هي بشكل عام للملاكمة مش للبنات فقط. الأندية التابعة للاتحاد، خلينا نحكي كأندية ملاكمة، عددها قليل جدا، ما بتجاوز 10 أندية خلينا نحكي وأقل. نعم. عدد اللاعبات حاليا بعد ما احنا بلشنا نشاطنا كلجنة نسوية ونشجع على موضوع الملاكمة بلش يزيد. بلشنا أول نشاط تطوعي إلنا إحنا كلجنة نسوية، زي ما تفضلت رايا، بحثنا عن مواهب، طوعنا إحنا كلجنة إنه نعملهم تمرينات، نأهلهم ونعطيهم أساسيات الملاكمة عشان يصيروا قادرين على دخول أول منافسة قريبة جداً. طب كيف يصير التفاعل حتى الآن مع اللاعبات؟ التفاعل كتير رائع، لقينا حماس كتير كبير من اللاعبات، خصوصاً إنه إحنا غطينا فئة الواعدات والناشئات والشابات والسيدات، اللي هم لأول مرة طبعاً بتاريخ الملاكمة بالأردن بصير هذا الحكي، إنه إحنا عم نشتغل على الفئة الصغيرة اللي هو العمر من 11 سنة لغاية 17 سنة، هاي عم نحكي عن فئة الناشئات والواعدات. هل أنتم راضون عن الأعداد الموجودة لديكم؟ راضون جدا، لأنه هلأ إحنا عندنا تقريبا بحدود 30 لاعبة، هدول من ضمن الفريق تبعنا. خلال هاي التمرينات اللي إحنا صرنا تقريبا 3 أشهر شغالين عليها، بعد زيارة المدير الفني للمنتخب الوطني اللي هو الكابتن أندري، شاف مستوى اللاعبات واختار منهم 4 لاعبات حاليا منتسبين مع مركز الإعداد الأولمبي، وفي 2 منهم إن شاء الله رح يشاركوا في بطولة أوكرانيا الأسبوع القادم. طبعا هذا إشي يعني بخلينا إحنا ننبسط كتير، وهذا إنجاز كتير مهم بالنسبة لنا كلجنة نسوية. بالفعل يدعو للفخر هذا الكلام إيناس. رأي اللجنة النسوية عقدت مؤخرا دورة مع الجهات العسكرية للرياضات وللاعبات الملاكمة، حدثين عن هذه الدورة وآليتها وإلى أين تسير حتى الآن؟ نعم، يعني أقمنا هذه الدورة. قبل الحديث عن الدورة وتفاصيلها بدنا نحكي أنه مهم جدا كسر الصورة النمطية. يعني صحيح. اليوم لما بنستقطب الفتيات وبنقول أنه الفرص متاحة ومفتوحة بشكل غير مسبوق في الأردن، وأنه نحن اليوم عم بنأهل، وأنه المدربين الموجودين والمتطوعين طبعا، وبالتأكيد الكابتن أيمن النادي مكتشف الفتيات الملاكمات في الأردن، عم بنحقق أو عم نفتح الباب لإنجازات فعليا غير مسبوقة، وعم بنشكل هذه الدورات لحتى نوضح كمان انه الملاكمه مش تكنيك للتضعيف او للفتنس، الملاكمه تكنيك بيأثر على الشخصيه وعلى الثقه بالنفس. يعني يقودني الى هذا السؤال. نعم. هنالك الكثير من الانديه دائما نشاهد اعلاناتها مموله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص يعني من اراد ان ينزل من وزنه ربما ينضم الى هذا النادي للعب الملاكمه، هل هذه الانديه تندرج تحت الاهداف التي يعني تحاولون السعي لها؟ طبعا نحن نسعى لانتشار لعبة الملاكمة، لكن لعبة الملاكمة بأصولها، بوزنها، بقوانينها، بأخلاقياتها، بالتكنيكس اللي موجودة فيها، اللي الشخص بتعلمها، اللي بتصير لايف ستايل، بتكونش بس قتال، بيكون كيف فن الدفاع عن النفس، وبالنهاية الأخلاق العالية والفنون القتالية المكتسبة يمكن بتقوي الشخصية وبتنمي جوانب عدة فيها. ولما بنحكي عن التفاصيل حتى لاحظنا بهاي الدورة ردود فعل مختلفة عند الأجهزة العسكرية المشاركة فيها. بقدر أضيف على كلام زميلتي، طبعا إحنا من الأهداف الأساسية والرئيسية لنا كلجنة نسوية اللي هو إعادة اسم رياضة الملاكمة، إعادة ألقها هي كرياضة الفن النبيل، بدنا نعطيها حقها كرياضة عالمية ورياضة أولمبية. طبعا بعد نشاطنا الأول كلجنة نسوية وكالأول من نوعه بالنسبة للاتحاد اللي هو إقامة دورة للعسكريات بجميع يعني كوادرهم اللي هم الأمن العام والقوات المسلحة والدرك، أوكي، كان لقينا في يعني تشجيع من الجميع وردود فعل من اللاعبات إنه كتير تحمسوا. إحنا عم نحاول ننشرها حتى بين الأجهزة العسكرية. نعم. عشان نساهم بنشرها بجميع
القطاعات ما بين المجتمع المحلي والمجتمع الأسفل. سنتحدث بتفاصيل أكثر، ولكن سنواصل الحديث عن الملاكمة النسوية، ولكن دعونا نستعرض نبذة عن تاريخ اللعبة وأبرز المحطات. بالعودة إلى ضيوفي من جديد في الاستوديو، يعني إيناس، نكمل بالحديث عن اللجنة النسوية وتحديدا الدورة التي يعني كانت مع الجهات العسكرية للرياضة نفسها. هلا من أحد النتائج الإيجابية لهي الدورة إنه وجدنا تشجيع من الجهات العسكرية إنه بلشوا يتشجعوا إنه يعملوا يشكلوا فرق من مرتباتهم، أولهم الأمن العام تابعوا مسيرة الدورة. إحنا بلشنا معهم أسبوع وهم استمروا لمدة شهر. هذا إشي كتير بيشجعنا إنه نشتغل على فكرة رفض المنتخب الوطني بلاعبات من مختلف القطاعات. نعم رايا، السؤال لك الآن، يعني كيف كان مشوارك كلاعبة في هذه الرياضة، ولماذا لم يكن هنالك استمرارية طويلة؟ أول شيء أنا بفتخر أني لاعبة ملاكمة أردنية، وأنه كنا في المنتخب النسوي للملاكمة. ما كان في استمرار لأنه كان في ضيق للوقت، فكملت في فنون القتال برضو، كملت في الكونفو، بس الملاكمة بضل إلها يعني مكانة خاصة بصراحة. نعم. طيب إيناس، الآن نتحدث عن بطولة كرواتيا الدولية، ما الهدف من المشاركة، وهل اللاعبات جاهزات ومستعدات لخوض معترك هذه البطولة؟ هلا الهدف من المشاركة أول إشي المنافسة والاحتكاك، وأكيد الإنجاز، وأكيد لاعباتنا على مستوى إنه إن شاء الله رح يكونوا على جاهزية تامة. هلا هاي البطولة هي الأولى إلنا كلجنة نسوية، وطبعا منتشرف إنه رئيسة اللجنة عريفة بسيسو هي رح تكون رئيسة الوفد. طبعا عريفة بسيسو يعني غنية عن التعريف، هي رئيسة اللجنة وعضو مجلس إدارة في الاتحاد وعضو في الاتحاد الآسيوي، وهي أول كابتن للمنتخب الوطني في العام 2009، وإن شاء الله هي رح تقود المنتخب بمشاركة 8 لاعبين اللي هم 6 لاعبين من الرجال ولاعبتين في بطولة أوكرانيا، وإن شاء الله بنرجع بميداليات وإنجازات. يعني لتصديق كلامك، دائما الرياضات القتالية في الأردن عودتنا دائما على الذهب والميداليات، فلن يكون هذا الشيء غريب على حتى رياضة الملاكمة. أكيد. رايا، يعني من هو حاليا مدرب المنتخب الوطني للسيدات، ويعني كيف تسير آلية التدريب حتى هذه اللحظات؟ نحن لسه عم نشكل نواة المنتخب، بعد البطولة سيتم تشكيل المنتخب الأردني للسيدات. لا يوجد حتى الآن مدرب معين؟ لا، عندنا مدربين بالتأكيد، موجود الكابتن فرج وموجود الكابتن علي، موجودين مع البنات دائما، موجود فرج درويش، نحن مجموعة دائما مع بعض الفريق كلياته، حتى موجود مساعدة الكوتش وفاء، ونحن دائما طبعا الثلاثة مع البنات دائما موجودين في التدريب. إضافة لهذه التجهيزات، معنوية البنات اليوم. نعم. بحاجة إنه إحنا نضلنا معها ونضلنا ندعمها. دانيا ولينا رح يكونوا مشاركات في البطولة القادمة الأسبوع الجاي إن شاء الله. وهيك بشكل سريع، أبرز مطالبكم الاتحاد الرياضي لهذه اللعبة؟ مطلبنا الأول هو دعم الرياضة النسوية ومساعدتنا في نشر قاعدتها لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبات. طبعا إحنا بالنهاية هدفنا واحد، اللي هو تمثيل اسم الأردن برياضة الملاكمة الأردنية. يعني بتوفيق إن شاء الله لكم في هذه الرياضة. إيناس حسيبة ورايا يعقوب، شكرا جزيلا لكم، نورتوا الاستوديو. شكرا لكم. مشاهدون الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الرياضية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.